عقدت أو عقدت في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس جلسة حوارية بعنوان قراءة في كتاب المرأة البحرينية في عهد الملك حمد. تحدث فيها كل من سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري وسفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا سعادة الدكتورة بهية الجشي والمستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري وسط حضور عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بموضوعات تقدم للمرأة. وقدمت الجلسة شرحا موجزا لأهم المحطات التي شهدتها مسيرة عطاء المرأة البحرينية في عهد جلالة الملك المفدى من خلال إلقاء الضوء على الجوانب التاريخية والثقافية والتنموية التي بدأتها المرأة مبكرا وتوضيح أبعاد تلك المشاركة على حضورها في الحياة العامة وعلى وجه التحديد حصولها على كامل حقوقها السياسية وما شهدتها تجربتها في هذا المجال في إطار مشاركاتها في السلطة التشريعية من تطور وما تقوم به هذه السلطة من مساعي عدة تترجم الضمانات الدستورية إلى واقع تشريعي أخذ في الاعتبار أي نقص أو تميز. كما ناقشت الندوة التنظيم المؤسسي ممثلا في تأسيس المجلس الأعلى للمملكة كآلية وطنية مسؤولة عن متابعة تقدم المرأة في مملكة البحرين بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والذي جاء مكملا لتاريخ عريق للعمل الأهلي النسائي ولتكون جهوده متكاملة من المساعي المدنية لتصل مساهمات المرأة لمستويات متقدمة كمؤشر لنجاح سياسات تكافؤ الفرص التي تتبناها مؤسسات الدولة. حيث استطاعت مملكة البحرين مؤخرا من غلق عدد من الفجوات في مجالات عدة وشهدت الجلسة الحوارية إشادات واسعة من الحضور نظرا لما تحقق للمرأة البحرينية من إنجازات تستحق تسليط الضوء عليها أكثر في وسائل الإعلام المختلفة وتفاعل لافت مع الموضوعات المطروحة في الجلسة الحوارية وخاصة فيما يتعلق باستقرار الأسرة البحرينية وما أنجزته البحرين على صعيد صدور التشريعات والقرارات الداعمة للمرأة البحرينية. من المهم جدا أن نتكلم عن ما وصلت إليه المرأة البحرينية في معهد مثل معهد العالم العربي. هناك الكثير من الإنجازات التي قامت بها المرأة البحرينية ميدانيا، فحرصنا اليوم أن نعرف المجتمع الغربي على ما قمنا به من تعديلات على بعض التشريعات، استحداث لبعض القوانين. حاولنا أن نحن نعرفهم ببعض الإحصائيات التي تبين أين هي المرأة البحرينية اليوم في الساحة التنموية. وندوة اليوم ركزت على المرأة البحرينية في عهد الملك حمد، وهذا كتاب قام بإصداره المجلس الأعلى للمرأة ويوثق مرحلة في غاية الأهمية للمرأة البحرينية من حيث استكمال كافة حقوقها كمواطن كامل الأهلية، بالإضافة إلى التعريف المجتمع الأوروبي بطبيعة التطورات الديمقراطية الحاصلة في المجتمع البحريني. تحدثنا اليوم عن البدايات الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة وكيف حرصت صاحبة السمو على أنه تشرك المجتمع البحريني وتحديدا مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن النسائي للتفكير بصيغة رسمية كآلية وطنية تكون مسؤولة عن إدماج احتياجات المرأة في التنمية ومتابعة التقدم التاريخي للمرأة البحرينية. والله هذا اللقاء اليوم أنا أعتقد أنه لقاء مهم جدا في إطار جهود المجلس الأعلى للمرأة لإطلاع المجتمع الغربي على تجربة المرأة في البحرين. سبقه أيضا لقاء في مملكة بلجيكا الأسبوع الماضي. أنا أعتقد مثل هذه اللقاءات جدا مهمة لأنه اليوم سمعنا من العديد من الحضور أنهم يعني مستغربين كيف تطور موضوع المرأة في مسيرة المرأة في البحرين إلى أن وصل إلى هذا المستوى القائم على أسس مؤسسية واضحة واستراتيجيات وليس شيء عشوائي. كانت هناك طبعا فرصة لإلقاء الضوء على مسيرة المرأة في البحرين وعلى الإرث التاريخي لمسيرة المرأة وأن المرأة في البحرين لم تنطلق مسيرتها من فراغ وإنما بنيت على ممارسات قديمة وطويلة الأمد مما جعل التجربة البحرينية تجربة متميزة وفريدة في إطارها الجغرافي. C'est très important.
من المهم جدا أن نسمع هذا الكلام عن البحرين. كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة إلي أن أعلم أن الاهتمام بالمرأة البحرينية يعود إلى عام 1919، وأن ذلك تجلى بشكل كبير في عام 1958. شهدنا اليوم على لقاء ثقافي حضاري واسع. البحرين بالنسبة إلي هي بلد التنوع الكبير المتسامح، ومن المهم جدا اليوم هذا الحوار الثقافي الذي أطلقه الوفد البحريني. إنها المفاجأة السعيدة فيما عرفناه اليوم وتأكدنا من وجوده حقيقة عن حقوق وعالم المرأة في البحرين. البحرين هي مثال يحتذى للعالم العربي ولأوروبا. نشعر بحرية حقيقية للمرأة في البحرين. هذه الندوة سمحت لنا بالتعرف على عدد من القوانين الجديدة في البحرين ذات الصلة